بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الباقي من الزمن 60 يوما. أيوة، النهاردة 6 أبريل، الامتحان 7 يونيو، ما تبقى بالفعل هو 60 يوم. 60 يوم كفيلة أن تحقق حلمك هذا العام وتنهي هذه الرحلة الطويلة اللي بتمتد على مدار عام كامل تقريبا. الصف الثالث الثانوي ستنهي إن شاء الله نهاية سعيدة وتحصل على 99% بنهاية العام إن شاء الله. تابعوا معايا هذا الفيديو إن شاء الله وستحصلوا على ما تتمنون بإذن الله. إن شاء الله معانا ما يقرب من 60 يوم تحديدا. 60 يوم، لو هنذاكر 12 ساعة صافية يوميا يبقى بحسبة الساعات عندنا ما يقرب من 720 ساعة. 720 ساعة هي المتبقية صافية لتحقيق حلمنا. 720 ساعة مقسومة بحسبة بسيطة برضو على 7 مواد، يبقى كل مادة نصيبها ما يقرب أو يزيد عن 100 ساعة. 100 ساعة لكل مادة إن شاء الله كفيلة أن تحقق بها حلمك هذا العام. نبتدي مع مجموعة من الملحوظات ونسجل هذه الملحوظات حتى لا ننسى. مطلوب مننا 4 أو 5 نقاط أنا هذكرهم بالتفصيل. النقطة الأولى خاصة بتنظيم الوقت. النقطة الأولى نركز عليها تنظيم الوقت. احنا كلنا كل واحد فينا يومه 24 ساعة تحديدا، محدش لا أقل ولا أكثر من ذلك. لكن مسألة التنظيم، ما يسمى بتايم مانجمنت، إدارة الوقت، عنصر أساسي لتحقيق النجاح في أي عمل بشري بيتم إنجازه. نبدأ بمسألة تنظيم الوقت. ال 24 ساعة دول عايزين ننظمهم صح. منهم كالآتي: 12 ساعة صافية للمذاكرة، مجمل ساعات المذاكرة اللي هنذاكرها طول اليوم المفروض إنها تصل إلى 12 ساعة، لا تقل عن ذلك، ممكن تزيد. بالإضافة لل 12 ساعة دول في من 6 إلى 8 ساعات نوم، هنقول 8 ساعات المدة الكافية زي ما الأطباء بيقولوا كده، المدة الكافية علشان الجسم ياخد راحته 8 ساعات نوم يوميا. 8 و12 عندنا كده 20 ساعة، يتبقى 4 ساعات للأنشطة المختلفة داخل البيت، من تناول وجبات، من أخذ حمام، من أنشطة مختلفة تتم داخل البيت، من دردشات مع أهلنا، من دردشات مع معلمينا للاستفسار في أي مادة من المواد عبر وسائل التواصل أو الاتصال المختلفة. يبقى أول نقطة معانا فكرة إن أنا أحصل على 12 ساعة صافية يوميا لمذاكرة دروسي، يبقى عندي كده ما يشبه يعني ورقة أكتب فيها، ورقة عمل أكتب فيها ما سينبغي عمله خلال اليوم، وكل ما أخلص مهمة أضع علامة صح على هذه المهمة، مع التنويع طبعا في مذاكرة مواد مختلفة خلال اليوم الواحد. احنا يعني حسبنا دلوقتي قلنا كل مادة ستحصل على 100 ساعة خلال هذه الفترة، لكن خلال اليوم الواحد ال 12 ساعة دول مش بالضرورة يبقوا المادة واحدة. ال 12 ساعة ممكن يتقسموا برضو على عدد معين من المواد حسب يعني كل حاجة كل مادة للوقت بتاعها. فبنضع مجموعة من المهام خلال اليوم، بمعنى لو في ورقة صغيرة كده كتبت المهام المطلوبة مني خلال اليوم، مذاكرة مثلا الباب الأول من الكيمياء أو جزء منه، مذاكرة الوحدة الأولى في اللغة الإنجليزية، مذاكرة الدرس الأول في اللغة الفرنسية، وهكذا. وكل ما أخلص مهمة بالشكل اللي أنا عايزه، الشكل المرضي اللي أحس فيه ساعتها إن أنا حققت الهدف من جلسة المذاكرة اللي أنا جلستها، حققت كل أهدافي بالنسبة للغة الإنجليزية، رجعت الكلمات اللي أنا حافظها عن الوحدة، فهمت الجرامر بتاعها، القواعد بتاعتها فهم كويس، وحليت عليها تمارين وحليت تيست كمان على الوحدة، يبقى أنا كده أنجزت كل المهام المطلوبة مني في عدد الساعات المعينة اللي أنا حطيتها للغة الإنجليزية، وليكن 2 أو 3 ساعات من 12 ساعة. كل مهمة أخلصها أضع علامة صح عليها. عند آخر مهمة عندما أضع علامة صح أحس ساعتها بالارتياح إن أنا أنجزت وأتممت المهمة المطلوبة مني في ذلك اليوم على أكمل وجه. طب بقت مهمة، في مهمة في الآخر ما خلصتهاش، ترحل اليوم التالي وأبدأ بيها في اليوم التالي وأضغط نفسي شوية بحيث ما يتبقاش مهام أخرى
في اليوم التالي، وبكده يبقى انا حققت هدف كبير خلال هذا اليوم. اليوم اللي هيسقط مني بدون انجاز وبدون مذاكره وبدون تنظيم للوقت بهذا الشكل ربما يؤثر تماما على نتيجه اخر العام. فانا بقول نستغل 720 ساعه دول المتبقيه بشكل جيد، نستغل ال 100 ساعه بتاعت كل ماده بشكل جيد وننجز فيهم قدر الامكان. ده عن تنظيم الوقت. بالمناسبه لابد نراعي برضو مساله اختيار الوقت المناسب للمذاكره، لا هقول صباحا ولا ظهرا ولا مساء. المساله دي ترجع لتنظيم حياتك، تنظيم يومك انت وتنظيم يومك. والله اللي عايز يصحى بدري، وده من يعني من المستحسن الصحيان بدري طبعا من الساعه 5 صباحا، الفتره دي بتبقى هاديه والانجاز فيها بيبقى كبير. لا في اصوات حواليك والناس كلها نايمه، ولا في اصوات سيارات في الشارع، ولا في الدنيا كلها هاديه، فتبقى ساعات انجاز من 5 ل 8، 3 ساعات هايلين نبدا بيهم يومنا ونرتب نفسنا بعد كده. لكن انا شايف ان النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا هيكون له اثر طيب بالنسبه كل واحد بيرتب يومه طبعا حسب راحته وحسب ظروفه. لكن انا شايف فكره الصحيان بدري، نجرب الصحيان بدري، نصلي ونبدا يومنا بورد نقراه من القران الكريم. ده هيعمل نوع زي ما قلنا في الفيديو اللي فات من الاسترخاء والطمانينه، يعني نبدا يومنا كده بعلاقه طيبه مع ربنا سبحانه وتعالى. هذه العلاقه الطيبه ستضيء لنا باقي اليوم، وسنشعر باقي اليوم بالراحه النفسيه، وسيكون هناك انجاز، يعني انجاز ملحوظ خلال ذلك اليوم عندما نبدا البدايه الصحيحه. ذكرنا من 5 ل 8 مثلا، ودي 3 ساعات صافيين، ربما يمتد من 5 ل 12 يبقوا دي 7 ساعات صافيين. ربما نقوم بعد ذلك ناخذ حمام ثم نعاود المذاكره مره اخرى، او ننام فتره مثلا ساعتين او 3 حسب امكانيات وظروف كل واحد كما ذكرت. المهم المجمل في النهايه هيكون عندي 12 ساعه صافيه في اي وقت ذكرتهم صباحا، ذكرتهم ظهرا، ذكرتهم مساء، ذكرتهم في اي وقت، لكن المجمل في النهايه هيكون عندي 12 ساعه كامله هي مجمل ساعات المذاكره اللي انا ذكرتها. يبقى مساله تنظيم الوقت خلصنا منها. 2 البعد عن المشتتات. حياتنا مليئة بالمشتتات في الواقع، وأكبر مشتت وأكبر لص في حياتنا هو الهاتف. التليفون الذكي أكبر لص في حياتنا في الواقع. نحاول قدر الإمكان الابتعاد عن التليفون، سواء كان مكالمات أو محادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. لا، نبعد تماما عن هذه المشتتات. أكبر حرامي بيسرق وقتنا هو الهاتف بالفعل، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، سواء المحادثات عبر واتساب أو مثلا ماسنجر أو غيره. نبعد تماما عن هذه المشتتات ونضبط وقتنا بشكل جيد. كمان في مشتتات داخل البيت، ربما يكون هناك أحاديث مع الأم مثلا أو الأب أو الإخوة، تمام، هذه الأحاديث نحاول نزهد فيها إلى حد كبير، لا نطيل الحديث مع أفراد الأسرة حتى نستغل الوقت بشكل جيد. من المشتتات أيضا رقم 3 من الأمور التي ينبغي أن تراعى البعد عن المشكلات. لا يخلو بيت من المشكلات في الواقع. البعد عن المشكلات شيء أساسي بالنسبة لطالب ثانوي عام. إذا حط في باله الطالب أو الطالبة أن في مشكلة مع الأسرة في البيت خارج البيت، فده بيبقى أكبر مشتت في حياتنا. قدر الإمكان نبعد عن هذه المشتتات. الكبار قادرون على حل المشكلات، لكن ما نحشرش نفسنا احنا وسطيهم ونشيل الهم. نبعد تماما عن أي مشكلة داخل البيت أو تتعلق بالأسرة، ليس لنا أي علاقة بهذا الأمر، ليس لنا أي علاقة بهذا الأمر تماما. الكبار قادرون على حل المشاكل. نقطة مهمة وأساسية، أخذ فترات راحة، ودي النقطة رقم 4 ما بين كل جلسة مذاكرة وأخرى. يعني مش بالضرورة نكب على الكتاب مدة مثلا 3 أو 4 ساعات متواصلة، ده بالضرورة هيكون له أثر سلبي
على أجسادنا وعلى نفسياتنا أيضا. لا قدر الإمكان ناخد، والعلماء بيقولوا كده، إن احنا ناخد 10 دقائق راحة كل ساعة مذاكرة، كل جلسة مذاكرة بتمتد إلى ساعة ناخد بعدها 10 دقائق راحة. برضو عدد دقائق الراحة دول هنشوف هنعمل ايه فيهم. 10 دقائق راحة مضروبة في 12 ساعة يبقى عندنا ما يقرب من 120 دقيقة، ما يعادل ساعتين. الساعتين دول هنحتسبهم تبع ال4 ساعات اللي هم فيهم الأنشطة المنزلية، عشان يبقى عندنا في النهاية برضو 12 ساعة صافية. تمام؟ يعني الساعتين اللي احنا حسبناهم دلوقتي ال 120 دقيقة دول هيتحسبوا تبع الأربعة مش تبع ال 12. ال 10 دقايق دول ممكن نقوم نأدي فيهم نشاط بسيط. ندخل المطبخ نجهز كوب شاي مثلا أو فنجان قهوة مثلا. نفتح التلفزيون نشوف نشرة أخبار سريعة. نشاهد أي شيء في التلفاز بحيث نغير بيه النشاط. نغير بيه فترة الانكباب على الكتاب اللي احنا بنذاكر فيه. نتواصل مع احد الاصدقاء او بنات الطالبات يتواصلن مع صديقاتهن خلال فترة وجيزة قليلة، ربما استفسار، ربما تسألها عن نقطة معينة في المنهج، ربما يعني المهم الامر لا يزيد عن 10 دقائق. وإلا اذا استغرقنا في الحديث مع الزملاء والزميلات يضيع منا الوقت سدى، ونشعر في آخر اليوم إن احنا لم ننجز أي شيء بالمرة. يبقى نقطة أساسية ومهمة المحافظة على الوقت، البعد عن المشتتات قدر الإمكان، البعد عن المشاكل الموجودة المتعلقة بالأسرة. النقطة المهمة أخذ فترات الراحة ما بين كل جلسة مذاكرة والأخرى لا تزيد عن 10 دقائق بأي حال من الأحوال، فقط لتجديد الطاقة اللي هتدفعنا للأمام. نقطة مهمة نبعد تماما، ودي النقطة الخامسة، عن كل من هو لديه ما يعرف بالنيجاتيف انرجي، من لديه الطاقة السلبية. ناس كثيرة عندها طاقة سلبية ربما تعقدك في حياتك أو تسلبك ما لديك من طاقة إيجابية بوزيتيف انرجي. نكلم دايما الناس اللي عندها طاقة، نبعد تماما عن أي شخص عنده طاقة سلبية، سواء في الحديث في الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نركز على من لديهم تلك الطاقة الإيجابية positive energy اللي يدفعنا للأمام مش ياخدنا لورا. يعني عارف أني سين من الناس ده أستاذ في مادة معينة مثلا لديه من الطاقة الإيجابية الكثير التي يستطيع بها التحفيز ونحادثه نخاطبه، لكن نبعد تماما عن هؤلاء الذين لديهم قدر من الطاقة السلبية من الزملاء والزميلات أو الجيران أو غيره. نتواصل دائما مع شخص عنده قدر وافر من الطاقة الإيجابية اللي بيدفعنا بها للأمام ولا يحبطنا أبدا. ده كان حديثي معكم اليوم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله. رمضان هيكون له شكل جديد وجدول مختلف وطاقات إيجابية كثيرة جدا سنتحدث عنها في الفيديو القادم إن شاء الله مع مقدم شهر رمضان العظيم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.